على الحدود الجنوبية بين تونس وليبيا، تمكنت قوات الأمن الجزائرية مؤخرا من القضاء على 5 إرهابيين، أشارت تقارير إعلامية أنهم من جنسيات تونسية وليبية ومالية، فيما لا تزال التحريات جارية للتحقق من صحة هويتهم. وبحسب المعلومات الأولية، فإن الإرهابيين 5 كانوا بصدد إجراء عملية مسح وفتح الطريق لبقية أفراد الجماعة للعبور إلى الأراضي التونسية. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من الجزائر ريم ايت جرين. مواعيد رياضية وأخرى ثقافية تستقطب انتباه الجزائريين، تحاول جماعات إرهابية قادمة من ليبيا وأخرى من مالي استغلالها لولوج الأراضي التونسية عبر التراب الجزائري، مستغلة بذلك فرضية تعلق جميع شرائح المجتمع بالحق. قضايا استراتيجية والاهتمام بها ليس مرتبط بوقت، بمكان، بحدث أو تزامنه مع أي شيء آخر. ولهذا فالمباريات كرة القدم أو أيام الأعياد مثلا يجب فصلها عن الاهتمامات الأمنية التي هي استراتيجية، واليقظة الأمنية خاصة في أوضاع مثل الأوضاع التي نعيشها في منطقة المغرب العربي بعد الربيع العربي. وإن كانت الجماعات الإرهابية تفترض مثل هذه المناسبات فرصة للتسلل وتنفيذ مخططات إجرامية، إلا أن العملية النوعية لقوات الأمن تؤكد تحركها بناء على استراتيجية عسكرية دقيقة تقوم أساسا على العمل الاستخباراتي المنسق مع دول الميدان. الجزائر تؤمن الحدود تاعها، حتى الإرهابيين ما تكونش لهم فرصة أنهم يهربوا للجزائر والجزائر تصبح ملجأ لهم. احنا كيما نأمن يعني الحدود تاعنا وما نخليوش الإرهابيين يدخلوا عندنا، هذا صالحنا. وفي نفس الوقت لما الإرهاب يكون محاصر في تونس من طرف القوات التونسية ما يكونش له الفرصة ولكل الإمكانية أنه يهرب عندها. وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت حدودها الجنوبية منذ انطلاق الحملة العسكرية على الجماعات الإرهابية في شمال مالي، في حين أقر وزير الداخلية الجزائري إحكام قوات الجيش لقبضتها على الحدود الجنوبية الشرقية مع تونس، فيما تبقى الحدود مع ليبيا مصدر قلق للسلطات الجزائرية. وفي إطار الدعم السياسي للجهود الأمنية، يحرص الوزير الأول عبد الملك سلال رفقة وزراء حكومته على تحسيس المواطنين خلال زيارتهم للمناطق الحدودية على ضرورة التحلي باليقظة ومساعدة مصالح الأمن بالمعلومات من أجل التصدي لأي محاولة لتسلل الجماعات الإرهابية. ريم أيتي جرين، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر.